هل الإسلام يحث على كثرة الإنجاب بغض النظر عن الحالة المادية؟ أعتقد عند الناس مشكلة فيها، واضح أن الناس لديهم ضعف في التوكل على الله عز وجل، ولذلك غالب الأسئلة تأتي بهذه الطريقة، الأمور المادية، غلاء المعيشة، الحياة صعبة وشيء من هذا القبيل، غريب جدا. يعني المصلح في السماء سبحانه وتعالى، أنت مجرد أداة وسبب في التربية وفي الكسب، وما تدري الجنين هذا في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. أنا أعرف شخص كان يعني حاله دون المتوسط، فرزق بولد سبحان الله، هذا الولد أصبح معاقا إعاقة شديدة، فاغتنى والده بسبب هذا الولد، والده أصبح غنيا بسبب هذا الولد، جاءه رزق من حيث لا يحتسب. فلذلك يا أخواني اتقوا الله في يعني مثل هذا التفكير، قضية والله الحياة وما الحياة. صحيح الإنسان يبذل سبب، لكن إني أنا أعلق قضية الأمور كلها على ماديات ومحسوسيات وأنسى التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ما تدري لعلك ترزق بأولادك، أولادك ترزق بسببهم،